تاريخية أيضا. يا سيدي أنا بأكد لك إنه النواب رجالات وطن وعلى قدر عالي من المسؤولية، وهم شعروا أقول لك إنه والله إحنا الأحداث اللي صارت هاي يعني تجاوزتنا الأحداث اللي صارت، علما بأنه إحنا يجب أن نكون المبادرين. صحيح. لكن للتركيبة الموجودة في مجلس النواب، لضعف الأداء، لعدم وجود أحزاب، لعدم وجود برامج، هذا ما بتحط الحق على النواب، حط الحق على الدولة اللي خلت النواب يكونوا بهذا الوضع. قال إنه النواب من حقهم يدافعوا عن حالهم، لكن مش والله، لأنه أنا يعني هل المطلوب بس حجب ثقة عن الحكومة؟ أنا عن الحكومة اللي مرت حكومة الدكتور هاني الملقي امتنعت تحت أي ظرف، امتنعت ما أعطيت الثقة. الآن أنا أمام حالة جديدة، حالة الدوال الرابع، موقف الشباب والشابات الأردنيين اللي وقفوا على دوال الرابع أعادوا صياغة مسيرة الدولة من جديد. يفترض الآن جلالة الملك التقط الرسالة من المواقف اللي احنا شفناها على امتداد ساحة الوطن، مش بس الدول الرابعة، صحيح، المحافظات، وجاء برجل يعني أقل شيء. هذا الرجل احنا في تجربتنا معه هالسنتين تعاملنا معه، أنا كنت عضو لجنة التربية وتعاملت مع هذا الرجل، أولا مسيرة نظيفة، مسيرة محترمة، ما عليه أي شائبة، ما فيش واحد بيقدر يحط عليه أي إشارة استفهام، من عائلة حزبية، وعنده فكر جديد الرجل. الرجل الآن لما يقول أنا في كتاب الثقة، طلب الثقة من النواب بالعقد الاجتماعي واللي صار الآن عليها حديث كبير، هو عنده رغبة في تغيير النهج كله أبوه إذا أعطي الفرصة. إذا أعطي الفرصة الرجل عنده إشي يقدمه للأردنيين. طيب.